مشاهدينا، كاميرا التاسعة متواجدة الآن من أمام إحدى النقاط الأمنية بالرياض برفقة الزميل خلف الخلف مراسل MBC من هناك. خلف، كل عام وانتم بخير، وبداية كيف هي الأوضاع بشكل عام في ثاني أيام العيد، وأيضا عن الإجراءات والتدابير المتخذة بما أنك تقف الآن أمام إحدى النقاط الأمنية؟ اهلا حمود، اهلا هبه، كل عام وانتم بخير، وكل عام ومشاهدي التاسعه بالف خير، اعادها الله علينا جميعا بعيدا عن هذا الوباء. بالفعل اقف في احد نقاط السيطره الامنيه التي تشرف عليها وزاره الحرس الوطني والتي تغطي جزءا كبيرا من جنوب وشرق ووسط الرياض. اقف الان في وسط الرياض احد النقاط الامنيه كما تشاهدون خلفي، وهي تطبق قرار منع التجول، وبالتزامن تعمل امانه منطقه الرياض على توزيع العيديات والهدايا على رجال الأمن والمارة في طرقات منطقة الرياض. لعل المصور أن يطلعنا على هذه الأجواء، أجواء توزيع الهدايا والعيديات على رجال الأمن. ها هم رجال الأمانة، أمانة منطقة الرياض، يوزعون الآن في يعني مبادرة ابتدأت منذ الأمس وتستمر حتى غدا. يعني اليوم خلوني أطلعكم على تفاصيل أكثر فيما يخص أعمال أمانة منطقة الرياض. وفي ظل هذه الأجواء ينضم إلينا الآن الدكتور علي أرويلي، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. أهلا أخي خلف، كل عام والجميع بخير، كل عام والوطن بخير. نعم، مثل ما تشاهد الآن عبر قناة MBC، هذا جزء من فعاليات أمانة منطقة الرياض بتوزيع العيدية على رجال الأمن، فئة عزيزة علينا في الميدان يقفون ليلا نهارا، وهذا جزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه رجال الأمن. عشرات الآلاف من العيدية وزعت عبر المحاجر الصحية، وأخرى ذهبت إلى الجمعيات الخيرية لتوزيعها إلى الأهالي. جهود كبيرة بدون أدنى شك، لكن السؤال، احنا تعودنا على أمانة منطقة الرياض تعمل احتفالات متعددة، مسرحيات وما إلى ذلك، اليوم وش اللي تغير في ظل أجواء كورونا؟ طبعا تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولأن عيد هذا العام أتى مختلفا، أتت فعاليات أمانة منطقة الرياض مختلفة تماما. لدينا مسابقة أفضل صورة وفيديو عبر الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض، لدينا أمسيات شعرية، وبالمناسبة انطلقت ثاني أمسيات أمانة منطقة الرياض مع الشاعر فهد الشهراني قبل قليل عبر البث البريسكوب عبر حساب الأمانة، افتراضيا طبعا. لذلك رسالتنا، رسالة أمانة منطقة الرياض إلى الأهالي، سنزرع البهجة والسرور، ابقوا في منازلكم آمنين. يعطيكم الصحة والعافية، شكرا للدكتور علي أرويلي المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض. إذا حمود وهبة، جهود كبيرة تعمل عليها أمانة منطقة الرياض برفقة رجال الأمن، وكما نتواجد الآن في أحد النقاط السيطرة الأمنية التابعة لوزارة الحرس الوطني التي تأتي امتدادا للجهود الأمنية، سواء جهود أمن العام أو وزارة الداخلية بشكل عام أو كافة القطاعات الأمنية التي تطبق قرار منع التجول في ظل هذه الاحترازات الكبيرة جدا. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء عن بلدنا وعن كل البلدان، وكل عام وأنتم والمشاهدين بألف خير. وأنت بخير. إذن كان معنا مراسلنا خلف الخلف من إحدى أو من أمام إحدى النقاط الأمنية بالعاصمة الرياض، شكرا لك.